هو مجرد نص تدخله، نص بالبرنامج اي نص تبي وكشون لبالك، وهو عاد من طريقته يتخيل اللي تبي ويطلع لك الناتج، رسم، تصميم، فاشن، اي شيء ببالك من ناحيه المحتوى بشكل عام والفن بشكل عام تلقاه بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله بكل كي بي اي. أكو ناس مع وأكو ناس ضد. أنا ماني لا مع ولا ضد، لكن إن لي رأي وهو رأي بأن لو العاصفة هذه الصناعية أتت، إذن استغنائنا عن الإبداع ماكو إبداع، لأن الإبداع ما يأتي بالصناعة، يأتي بالإنسان نفسه وبمدى تطور نفسيا وذهنيا وفكريا وليس بالصناعة. خلينا نتكلم عن دافنشي ومايكل أنجلو وبيكاسو وغيرهم من الفنانين اللي أبدعوا وتركوا بصمات عديدة وألوان وفن وقفزات لعصرهم وللعصور القادمة. هذا ما احتاج إلى تقنية عالية حتى تطلع أعماله أو تطلع أفكاره بهذه التقنيات، ولكن يعني أنا مع أن العصر لابد أن الإنسان يتطور، بس يتطور فنياً تقنياً من خلال ذهنه وعقله باللوحة. ما راح تأثر علي إطلاقاً، لأنها هي صحيح تقنيتها عالية، لكن في لها محبين ولعملي ناس محبين آخرين. إن أنا أعمل بيدي وبذهني وبإمكانياتي البسيطة اللي هي ما لها علاقة بالماشينز أو غيره، فلذلك ما راح تضايقني أنا كفنان. قد يكون هي تسوي تجارة زايدة لا أكثر ولا أقل، يعني بدل اللوحة 10 بدل اللوحة 100، لكن ما تخلق إبداع. لا بالنسبة حق الفنانين الحالية لا بالعكس، لأن في وايد فنانين قاعد يستخدمون الذكاء الاصطناعي بفنهم بأفكارهم، قاعد يطلعون شيء أفضل من المبدعين فيه. لأن ساعات إن عندك فكرة ودك ترسم ما تعرف شنو الفكرة، فالذكاء الاصطناعي يساعدك على الموضوع حاليا، فبالعكس الذوق راح يصير أفضل من هالناحية. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.